هاتف سامسونج جالاكسي جي 2 برايم من فئة الهواتف متوسطة المواصفات والدخل، أفضل إصدار من فئة جي 2. بدا هاتفين سامسونج جالاكسي جي 2 2016 والجي 2 آيس. إذن هيا بنا نتعرف على مميزات هذا الهاتف والعيوب الممثلة في هاتف سامسونج جالاكسي جي 2 برايم. هاتف سامسونج جالاكسي جي 2 برايم. الوزن وأبعاد الجهاز: يأتي سامسونج جالاكسي جي 2 برايم بطول يناهز 144.8 ملم، أما العرض فنجد 72.1 ملم، وفي السمك 8.9 ملم، ووزن الجهاز بالكامل 160 جرام. الشبكات والشرائح: يدعم شبكات 2G و3G و4G، ويدعم خاصية الجي بي ار اس والالتجي وسرعة الانترنت، يعني وضع 3G اس بي، ونوع شريحة السيم ميكرو سيم. عدد الشرائح شريحة واحدة فقط. يوجد نسخة ديوس من الهاتف مزودة بشريحتين من نوع ميكرو سيم. من ناحية الشحن والبطارية: نوع البطارية بطارية ليثيوم ايون، السعة 2600 ملي امبير، قابلة للإزالة. ساعة الاشتغال أثناء المكالمات حتى 12 ساعة في وضع 3G. ساعة الاشتغال في الموسيقى حتى 59 ساعة كما قالت شركة سامسونج. أما من ناحية الكاميرا، فالكاميرا الأساسية للجهاز 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 حجم فتحة العدسة. مميزات الكاميرا: العنوان الجغرافية والتركيز باللمس وكشف الوجه. في الفيديو يصور بدقة 720 بي مع 30 نقطة في الثانية. يدعم خاصية الأوتوفوكس والفلاش، والكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED. الاتصالات: يدعم البلوتوث والواي فاي، والواي فاي المباشر موزع وفي هوت سبوت جي بي اس، ولكن لا يدعم تقنية NFC. ومخرج USB ميكرو USB إصدار 2.0 دعم كابل OTG. الوسائط: يدعم مكبر الصوت ومخرج سماعات الأذن. صياغة الفيديو المدعومة أمبيكات وأش 2.264، صياغة الصوت المدعومة MP3 وب UAC+ Live، والراديو يدعم تقنية الراديو. أما الشاشة فنوع الشاشة PLS TFT، حجم الشاشة 5.0 بوصة، أما دقة الشاشة 540x960 بيكسل، ألوان الشاشة 16 مليون لون، كثافة البيكسلات 220 بيكسل في كل بوصة. حجم الشاشة بمقارنة مع جهاز 66.0%. المعالج: يأتي معالج سامسونج جالاكسي جي 2 برايم بمعالج ميديا تيك MT 673737 تي. المعالج رباعي النواة، سرعة المعالج 1.4 جيجا هرتز، معالج الرسوميات مالي تيك 720 MP2، الرام 1.5 جيجا بايت، الذاكرة الداخلية 8 جيجا بايت و3 جيجا بايت فهي متاحة للاستخدام. الذاكرة الخارجية موجود ميكرو SD حتى 256 جيجا بايت. نظام التشغيل: يأتي سامسونج جالاكسي جي 2 برايم بنظام تشغيل أندرويد بنوع مارشميلو 6.0. كانت هذه هي مراجعتنا لهذا اليوم، يعني في ما نال إعجابي في هذا الهاتف وما لم ينال إعجابي في هذا الهاتف. عيوب الهاتف: سأبدأ أولا بعيوب الهاتف. كثافة البيكسلات: كثافة البيكسلات في كل بوصة منخفض للغاية 220 بيكسل، مما يؤثر في نقاء وجودة الصورة. الذاكرة الداخلية للهاتف 8 جيجا، لكن تبقى 3.3 جيجا فقط هي المتاحة للاستخدام، وهذه المساحة تبقى غير كافية للبعض. المميزات التي نالت إعجابي في هاتف سامسونج جالاكسي جي 2 برايم وهي الشاشة: الشاشة كبيرة 5.0 بوصة، ممتازة لمحبي الشاشة الكبيرة بسعر مناسب، إضافة أن الشاشة ممتازة جدا. الكاميرا: دقة الكاميرا عالية 8 ميجا بيكسل مع إمكانية التصوير بدقة HD 720. الكاميرا الأمامية الأساسية عالية الدقة 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ممتازة لمحبي التقاط الصور السيلفي. المعالج رباعي النواة بسرعة 1 جيجا هرتز، ممتاز يمكنك لعب ألعاب وتصفح التطبيقات بسرعة كبيرة جدا بدون تهنيجات. الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G لايت، يمكن أن تصل سرعته حتى 150 ميجا بايت. نظام التشغيل حديث 6 مارشميلو، نظام حديث وسريع. كانت هذه مراجعتنا لهذا اليوم، فلا تنسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.